شهري أياري بمركز مدى الإبداعي سلوان، مليئاً بالنشاطات والفعاليات المتنوعة لجميع الفئات من الشباب والنساء والأطفال في فروع المركز الثلاث، وادي حلوة، عين اللوزة، بطن الهوى. فضمن برنامج الصحة النفسية، نظم المركز ثلاث رحلة ترفيهية إلى وادي القلط ليتعرفوا على الآثار الموجودة فيها، ورافقهم مرشد سياحي عرفهم على المكان، وذهبوا إلى الحديقة الإسبانية في مدينة أريحة. شارك فيها أكثر من 200 طفل وأم من فروع المركز الثلاث. وبالتعاون مع المركز الفلسطيني للإرشاد، نظمت الدائرة يوماً مفتوحاً لفئات الشباب، شارك فيه ما يقارب 100 شاب وشابة، وكان اليوم مقسم إلى عدة محطات، كل محطة لها هدف معين. فمحطة الهوية الفلسطينية لتعزيز معلومات الشباب، أما المحطة الثانية فكانت محطة عمل الجبصين التي تهدف إلى أعمال الفكر، ومحطة الرياضة والتليماتش للتركيز على المحور الحركي، ومحطة الأكسسوارات التي أنجزوا بها ميداليات وأكسسوارات بأيديهم، ومحطة الراب، وأخيرا محطة التفريغ بالموسيقى، فعزف بها الشباب على الآلات الموسيقية بالطريقة التي يشعر بها كل واحد منهم. ونظم المركز فعاليات عدة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني لتذكير الأطفال في الأسير الفلسطيني وتقوية روح الانتماء والوطنية لديهم. وفي احتفال نظمه المركز للأطفال، عرضوا إنجازاتهم التي تدربوا عليها في الدورات المختلفة كالدبكة والرابي والأيكيدو وغيرها، في احتفال شارك فيه الأهالي حيث جاءوا لدعم ومساندة أطفالهم ومشاهدة إنجازاتهم في المركز. وفي يوم الإسراء والمعراج، نظم المركز فعاليات مختلفة للتحدث عن الإسراء والمعراج والاحتفال بهذا اليوم. وقدم أطفال مركز مدى فرع بطن الهوى عرض كشفي في شوارع الحارة الوسطى في بلدة سلوان، ونظم جولتين للمسجد الأقصى للأطفال والنساء للمشاركة باحتفالات الإسراء والمعراج. أما الدائرة الرياضية فنظمت يوما رياضيا لفريق أكاديمية مدى الكروية، وكان اليوم عبارة عن تنظيم مباريات جرت بين فريق الأكاديمية ونادي الأنصار المقدسي على ملعب رأس العمود المعشب. وخلال شهر رمضان الفضيل، نظم المركز فعاليات متنوعة، فتحدث الأطفال عن الصيام، وقاموا بعمل فوانيس زينوا بها فروع المركز الثلاث. أما الدائرة الثقافية فنظمت يوم مكتبي مفتوح للأطفال وأمهاتهم بهدف التشجيع على القراءة. وفي يوم ذكرى النكبة، قام مركز مدى بجميع فروعه بعمل فعاليات عن النكبة، تخللها تعريف الأطفال بتاريخ النكبة وأحداثها ورسم جداريات. وفي فرع بطن الهوى سلوان، نظمت ورشة عمل بعنوان الاستخدام الآمن للإنترنت، وشاركت فرقة حرية دندرة بعرض فقرة راب في معرض الشباب التي نظمه المركز الفلسطيني للإرشاد. وبالتأكيد لا يمكننا أن ننسى الأنشطة والفعاليات اليومية التي يقدمها مركز مدى الإبداعي سلوان للنساء والأطفال والشباب كالدبكة والراب والأيكيدو والجمباز وكرة القدم والكشافة، والأنشطة المكتبية المختلفة كنادي القراءة والكتابة الإبداعية ودورة الحاسوب وجلسات التفريغ وورشات العمل ودورات الخياطة والإكسسوارات والأشغال اليدوية.